التشغيل الذاتي هو نقاش ليس جديدا على المجتمع، بل هو نقاش اللي كان يعني عرف المجتمع المغربي منذ بداية التسعينات. التشغيل الذاتي عرف مجموعة ديال المبادرات ديال الدولة، ولكن مع كل أسف أن المبادرات لم تكمل بعضها البعض، بل أنه عرفت بعض رغم إيجابيتها عرفت بعض النواقص، وكان من المفروض ضرورة تقييم ديال كل مبادرة مبادرة منذ كيف قلت بداية ديال التسعينات. حينما نتحدث على التشغيل الذاتي نتحدث على روح المبادرة، على الاجتهاد، على الإبداع، على روح ديال الخلق اللي من المفروض أن الدولة تدعم هذا النوع ديال الطاقات، أو تدعم هاد الشباب اللي كيكون مؤهل لهذا النوع ديال سميتو المبادرات. من بين الاختلالات الكبرى ديال الدولة كانت في عدم متابعتها لجميع المبادرات الشابة، هذا من جهة، وما كانش توزيع ديال هذه المبادرات على سميتو الجهات، وما اتخذتش بعين الاعتبار كل جهة جهة داخل سميتو المجتمع. إذا تنبغي نأكد عليه على أنه هذه المبادرات يجب توفير الشروط ديالها، توفر تربة باش تكون مبادرات ناجحة، يجب تدخل ديال الدولة، يجب المتابعة، ويجب استحضار روح ديال الحكامة وروح ديال المتابعة الإيجابية لهذه الموضوع.